قدمت مؤسسة دور للإغاثة والتنمية جهازا يعرف باسم انفيجن بومب الخاص بعلاج الأورام السرطانية في مستشفى الفلوجة التعليمي. وقال مدير مشاريع المؤسسة إنه مع تزايد حالات مرضى الأورام السرطانية في الفلوجة وقلة الاهتمام، بادرت مؤسسة دور الإغاثة هذا الجهاز لتسهيل إعطاء العلاج الكيماوي للمريض، فيما أكد مدير المستشفى الحاجة إلى أكثر من جهاز. هذا الجهاز راح يخدم الكثير من المرضى المتواجدين بالمستشفى هذه، وخصوصا مع زيادة يعني عدد المرضى المصابين بهذا المرض في يعني مدينة فلوجة بصورة عامة. هذا الجهاز يسهل إعطاء العلاج الكيماوي إلى خصوصيته طبعا إلى المريض عن طريق يعني جهاز إلكتروني مثل ما تشوفون معروف بالإنفوجن بامب، وبدقة عالية على منطقة المرض. ربما هذا الجهاز راح يشكل يعني شيء بسيط بالنسبة لحاجة كبيرة لهذه المستشفى. موضوع الأورام اللي هي تعتبر من الأمراض المزمنة والمتكررة بإعطاء الأدوية والعلاجات ومتابعتها، لكن نحتاج لكل جهاز متطور يخدم مرضانا بآلية أسهل وأفضل، وهذا اللي نتمناه حتى نرقب مؤسساتنا الصحية.